قايمة كابتن محمود الخطيب اعتمد انه يختارها عشان تكون ممثلة لي في انتخابات مجلس ادارة النادي الاهلي في هذه الانتخابات او هذه الدورة. عندنا ندوة كابتن محمود الخطيب نروح نشوفها، ما تروحش بعيد، النادي الاهلي حديث. أنا شايفه دوت اللي بينم فعلا عن قيمة وعظمة النادي الأهلي. النادي الأهلي ده حاجة عظيمة جدا جدا، ويمكن روضنا اللي سبقونا من 1907 لغاية النهاردة علمونا يعني إيه نادي أهلي، يعني إيه مبادئ وقيم النادي الأهلي. بس عايز أقول قبل ما نتكلم في برنامج، عايز أتكلم على شيء مهم جدا. احنا النهاردة والتجمع ده مش عشان شخص محمود الخطيب، ولا عن شخص قايمة، ولا عن شخص انتخابات، لكن الحضور ده بيمثل كيان للنادي الاهلي، عظمة النادي الاهلي وحضارته. النادي الاهلي لما بياخد قرار لازم يدرس كويس جدا ويتناقش من كل الجوانب، من كل الجوانب، قانونية، هندسية، علاجية، اي حاجة. قبل ما يتخذ القرار لازم نجمع كل المعلومات، وبعدين لما الاهلي ياخد قرار، القرار ده خلاص، القرار ده لازم ينفذ، هو ده النادي الاهلي. عشان كده احنا درسنا الموضوع كويس قبل ما نروح نطلب الحقوق اللي احنا عايزينها، ولما طلبنا الحقوق رحنا وقعدنا ورجعنا بكل اللي احنا عايزينه. يعني ده هو ده النادي الاهلي. لما تروح تطالب بحق او حاجه يجب انك انت تكون مدرك تماما انت بتتعامل ازاي، وان القرار قرار جماعي، قرار مجلس اداره النادي الاهلي بعد دراسته قرار جماعي، عشان لما حضرتك يعني يطلع القرار يبقى الدنيا يعني خلاص، هو ده القرار مجلس ادارته بعد دراسته. اتمنى يكونوا وصل لذهن حضراتكم ان قرارات النادي الاهلي دي قرارات، يعني مش عايز اقول ان هي مقدسه، ولكن هي فعلا تكون اشبه لذلك، علشان ده النادي الاهلي اللي ما يتخذش قرار وبعدين يتغير بعد فتره زمنيه اخرى. ده ما ينفعش، لازم الاول ندرس الاول. وحطينا ميزانيات، الكلام ده شهر 10/10/2010 اول سنه للمجلس بعد ما خططنا للنشاط الرياضي وبعد ما خططنا لكره القدم. وليه النشاط الرياضي وكره القدم؟ كل ما النشاط الرياضي، كل ما عندي ابطال مصر ولا افريقيا في السله ولا في الطايره ولا في الهندبول ولا في السباحه ولا كل الالعاب والكره كمان، القيمه بتاعه الاهلي بتزيد. لان يا جماعه ايرادات النادي الاهلي هي ايه؟ الاساس اشتراكات حضراتكم، اشتراكات الاعضاء، والاخر ايرادات الحقيقه كره القدم. فلما عملنا كده جينا على شهر 10 حطينا تصور كامل بقى اللي احنا هنجري فيه بالنسبه للتطوير، وبالنسبه للصيانه، وبالنسبه لللاندسكيب، وبالنسبه لحاجات كتير جدا. بس كان الفكره بالنسبه للشيخ زايد، عايزين نبتدي الشيخ زايد. الحقيقه احنا رحنا طبعا 2011 ثوره 2011 12 13 كل ايرادات وقفت، ما عادش في ايرادات، خلاص الدنيا كلها وقفت. بس الدنيا وهي واقفه النشاط الرياضي، فرق بتاعتك السله والطايره وفريق كره القدم حققوا نجاحات، وخاصه فريق كره القدم اللي حقق نجاحات، بقت البسمه الوحيده، ومحدش هينكر ده، البسمة الوحيدة اللي في مصر خلال 11 12 13 النادي الاهلي، هي دي البسمة الوحيدة. كبار السن، لازم كبار السن يا جماعة، ليه كبار السن دايما رايحين يروحوا قاعدين؟ انا شايف طبعا في ما شاء الله ربنا يديكم الصحة كلكم، نقعدوا ما فيش اي نشاط رياضي. ليه لازم نفكر الناس ما يبقاش بس كل النشاط ان احنا نقعد مع بعض الا بقى طبعا لو هم دي حاجة بتريحهم نفسيا يعني، لكن لازم نفكر في نشاط رياضي لكبار السن، حتى نتحرك، نمشي،
يعني يكون في نوع من انواع الانشطه مش بس الرياضيه، ممكن الذهنيه كمان، ان احنا نتعامل ازاي مع كبار السن في هذا الامر. بنتين صغيرين كده جولي لطاف جدا، وجم حطوا لي سؤال في ورقه، معلش انا هحاولهم عشان ان هم عايزين يهتم بالتنس ويكون في ميزانيه محترمه للتنس. كل الالعاب لازم نهتم بيها، وكل الالعاب لازم ندرسها كويس علشان نقدر ازاي نقدم خدمه لاولادنا بشكل ان شاء الله وبشكل ميسر عليهم باذن الله. برضو في سؤال تاني، مش عارف اقتراح تنسيق الثانويه العامه داخل النادي لابناء النادي، لازم ندرس الموضوع ونقول لحضرتك او لحضرتك. دخول مرسى الاهلي بجميع اعضائه برضو لازم ندرس هذا الامر. لا يوجد جمباز بالنادي الاهلي، لازم يكون موجود في كل الاهلي الجزيره، الاهلي مدينه نصر، الاهلي الشيخ زايد، ولكن بالمراحل، يعني لازم يكون في مراحل عشان نقول كلمه نقدر ان احنا ننفذها. وكمان الحاجات اللي انا بقول لازم ندرسها ليه؟ علشان يا جماعه لو انا بصراحه عاوز صوتك اوعدك دلوقتي اقول لك انا هعمل لك كده، انا مش هعمل كده، انا ما اتعلمتش ده. لازم في مجلس اداره محترم لازم يتخذ قرار، ولازم ندرس الموضوع ونطلع بقرار. لكن انا عشان انا النهارده في وسط الحجز ده عايز اكسب حنيه منك ولا صوت منك ولا هوعدك، لو وعدتك يبقى انا راجل غلطان. لازم ارجع، انا مش منشاه فرديه، النادي الاهلي مش منشاه فرديه، ده مؤسسه كبيره جدا، لازم فاهمين بيدار ازاي النادي الاهلي.